إن شاء الله إجازة سعيدة يا سعيد. بس قبل ما تطلع بالطيارة خلني أخبرك عن إحصائية لفتت نظري، وهي إن خلال 100 سنة هجمات أسماك القرش حول العالم سببت مقتل حوالي 1500 شخص. بينما بيوم واحد حشرة البعوض تقتل نفس العدد من الناس بسبب الأمراض الكثيرة اللي تنقلها. صراحة مظلومين أسماك القرش، وما تشوف أفلام رعب إلا عنهم، بينما الرعب الحقيقي هو البعوض. فيا سعيد، إذا مسافر إلى أحد البلدان الاستوائية أو المدارية، اتأكد أنك خذت معك كريم طارد البعوض. وعشان نكون دقيقين، هالكريمات ما تطرد البعوض، بس تخش ريحة الإنسان عن هالحشرة الضارة. ضروري تقرأ التعليمات لتعرف مدى فعالية الكريم. اليوم صار في كريمات طبيعية مصنوعة من نباتات طارد البعوض مثل الخزامة والحبق وأكليل الجبل وعشب الليمون. كل الأحوال حتى مع طارد البعوض، ابعد يا سعيد عن الشورب والتيشيرت. البس بنطلون مريح وقمصان بأكمام طويلة لتخفف تعرض بشرتك للخطر. وعلى فكرة، إذا مش واثق من مصدر الماء، أنصحك تفرش أسنانك بمياه معدنية. إجازة سعيدة وعساكم دوم صحة وسعادة.